أهلا بحضراتكم معنا على شاشة قناة النيل الأخبار، ونظرة أكثر قربا للمشهد العربي بالغ التعقيد والمفعم بالكثير من التحديات اللي بالتأكيد فرضت نفسها بقوة على ساحة المنطقة العربية، خاصة في الأونة الأخيرة. تبقى القضية الأزلية القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملفات عربية أخرى ساخنة، ليبيا، العراق، اليمن، ومؤخرا بالتأكيد ما يلقي بظلاله بشكل كبير على المشهد العربي هو التصعيد العسكري والهجوم الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي على الأراضي السورية، بالتأكيد مغزى كبير لتزامن انعقاد القمة العربية اليوم في الظهران بالمملكة العربية السعودية. مع مثل هذه التهديدات وهذه التحديات المتعاظمة التي لا تقتصر فقط على التحديات السياسية وإنما تشمل أيضا البعد الأمني وأيضا الشق الاقتصادي الذي لا يقل أهمية عن كل هذه المحاور، نسعى جاهدين للاقتراب من كثير منها بالمتابعة والتحليل من خلال هذه الفترة الإخبارية الممتدة مع حضراتكم على شاشة قناة النيل الأخبار. في البداية بالتأكيد بوجه تحية لضيفي في هذه الوقفة الحوارية دكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية. أهلا بحضرتك. أهلا بك فادي أستاذ المشاهدين. اسمح لنا نبتدي بتقرير نتعرف من خلاله على أهمية ودلالات هذه القمة العربية، خاصة فيما يتعلق بدورية انعقادها رغم هذه التحديات المتعاظمة التي أسلفنا الحديث عنها أو المرور عليها سريعا. نتابع. بمشاركة عدد كبير من القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، تستضيف الدمام القمة العربية والتي تبحث سبل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والتصدي للتحديات والتهديدات التي تتعرض لها المنطقة العربية. يتضمن جدول أعمال القمة العربية 18 بندا تتناول مختلف القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها. ومنذ أن تأسست جامعة الدول العربية عام 1945 تم عقد 28 قمة عادية وتسع قمم طارئة وثلاث قمم اقتصادية، وتم تولي رئاسة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من قبل 8 أمناء عامين حتى الآن. وتعد دورية انعقاد القمة من الأمور بالغة الأهمية التي تم ترسيخها في مسيرة العمل العربي المشترك بداية من الألفية الثالثة بعد أن أقرتها قمة القاهرة عام 2000، وتستهدف إيجاد مساحة لتعميق التعاون بين الدول العربية وتفعيل دور القادة العرب في مجال تنمية وتوسيع وتنويع التعاون العربي في المجالات كافة، كما تسعى إلى تحديث وتطوير أساليب وآليات العمل العربي المشترك بما يساعد في التعامل مع التحديات والمستجدات التي تواجهها الأمة العربية وتعزيز التضامن بين الدول العربية ورسم الخطط الكفيلة بتدعيم قدرات الأمة في مختلف المجالات. واستهدف التأكيد على دورية القمم العربية ضمان انعقاد في مدى زمني مقبول وليس قصرها على الانعقاد بصفة استثنائية في الظروف التي تتطلب ذلك، بما يسهم في مناقشة وبلورة رؤى عربية مشتركة لكيفية التعامل مع الأوضاع التي تعيشها المنطقة العربية والمخاطر التي تواجهها الأمة العربية. كيف تتعاطى القمة العربية اليوم بظهران في دورتها العادية 29 مع كثير من هذه القضايا الملحة على الساحة العربية والإقليمية؟ بالتأكيد هو سؤال يقدر توجيهه، ويعني قبل أن يجاب عليه مهم جدا نحن نلم بكثير من التشابكات يعني ربما والتجاذبات العربية التي حدثت على خلفية الأزمة السورية، وأيضا القواسم المشتركة التي تجمع بين العرب في هذه المرحلة وتدفع بأهمية وجود موقف عربي موحد يرقى إلى جسامة هذه التحديات. أجدد التحية بضيفي الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية. أهلا بحضرتك مرة ثانية يا فندم. ويعني بالتأكيد يعني رغم أن هذه القمة هي قمة عادية إلا أن هي ربما بالنظر إلى جسامة هذه التحديات وفي يعني مستجدات في الشأن السوري والمزيد من التطورات وتداعيات في أكثر من ملف عربي ساخن يكسبها طبيعة القمم الاستثنائية، وده بيشدد طبعا على أهمية دورية انعقاد القمم العربية المقبلة. على هذه الخلفية يمكن تابعنا بعض الملامح من خلال التقرير، يعني نستثمر تواجد حضرتك معنا ولنبدأ بأن احنا يعني نحصل على يعني قراءة سريعة لأهمية أن يكون في فعلا دورية لانعقاد مثل هذه القمم ترقى إلى
تلاحق التطورات للأسف اللي كتير منها سلبية اللي بتحصل في كثير من الملفات العربية. تمام، أنا أتفق مع سيادتك، اللي ده مكتسب لازم نحافظ عليه. جامعة الدول العربية ومنشأت سنة 45 كان الهدف احنا في الآخر نوصل للوطن العربي، للدولة الموحدة، لحلم العرب، الأمة العربية، الخلافة العربية، سميها ما نسميها. هل قطعنا شوط في الطريق ده؟ قطعنا أشواط. أنا مش عايز دايما أبص النص الفارغ من الكوب، في نص فارغ من الكوب لازم نقوله. مفيش فعالية في جامعة الدول العربية بسبب الميثاق بتاع جامعة الدول العربية. ميثاق جامعة الدول العربية بنص إن القرارات المصيرية تتخذ بالإجماع وليس بالأغلبية. حضرتك لو تفتكري في انتخاب أمين عام جامعة الدول العربية آخر مرة عدنا التصويت 3 مرات بسبب إن قطر كل مرة ما كانتش موافقة لجات ما قطر وافقت، فكان لازم إجماع كامل. دي نقطة جوهرية بتشل جامعة الدول العربية، إنك لازم تاخد القرارات بالإجماع، يعني لازم كل الناس تقول نعم. افرض واحد مش موافق يوقف لك القرار. فلازم تعديل الميثاق ده جزء من أجزاء. يوم ما اتعملت جامعة الدول العربية كنا بنتكلم في 4-5 دول، مش مشكلة، ما احنا 4-5 دول احنا نتفق. لكن من النهارده ما بنتكلم في حاجة و20 دولة، يبقى لازم بالأغلبية مش بالإجماع. دي نقطة من النقط السلبية اللي احنا النص الفارغ من الكوب. طب ايه تاني؟ الدورية بتاع انعقاد دول العربية لازم نلتزم بيها تماما، لكن بسبب وجود 4-5 دول عربية ما تقدريش تعملي فيهم الاجتماع بسبب الظروف الأمنية، لأن اليمن، ليبيا، سوريا، العراق مستحيل، الصومال، جيبوتي مستحيل، طيب حتى موريتانيا رفضت. إذا بنعمل إيه؟ يبقى لازم الالتزام تماما بالكلام ده، إن شاء الله الكلام ده لما الأمور تتحسن. النص بقى المليان من الكوب، إيه هو؟ تعال نبص على تجربة حية قدامنا، تجربة الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي اللي بيجمعهم أقل كتير جدا من اللي بيجمعنا. إحنا بيجمعنا وحدة التاريخ، وحدة المصير، وحدة اللغة، وحدة الدين، وحدة الثقافة. الاتحاد الأوروبي تقريبا ما عندهمش حاجة مشتركة خالص غير الرغبة في الاتحاد عشان يبقوا قوة اقتصادية. طب الناس دي عملت إيه؟ الناس دي عشان يوصلوا النهاردة نبقى يشيلوا الحواجز الجمركية، يشيلوا الجوازات، يبقى عملة واحدة، عملة اليورو، يبقى جيش واحد هو الناتو، يبقى اتفاقية الدفاع مشترك واحدة، يبقى برلمان أوروبي واحد، يبقى حكومة واحدة. وصلوا المرحلة دي بعد 60 سنة. دول مش بس كده، عايزين يطوروا الاتحاد خاصة على الصعيد الأمني والصعيد الاقتصادي انطلاقا من ربما يعني انسحاب بريطانيا، يعني في معطيات جديدة. هو عايز يبعد عن أمريكا وبريطانيا والناتو يعني ويستقل تماما، وبيحاول يستقل لأن ما زال هناك تأثير قوي جدا لأمريكا وبريطانيا على الاتحاد الأوروبي، فعايز يستقل منهم. طبعا الكلام ده بزعامة ألمانيا وفرنسا في الأساس. طيب تعالى نتعلم من تجربة الأوروبيين. الأوروبيين ما وصلوش النهاردة، يعني هم يوم وصلوا لتوحيد اليورو وصلوا بكلة اتحاد البرلمان الأوروبي، وصلوا بكلة الحكومة الأوروبية، بعد كده بكلة شالوا الحواجز الجمركية، بكلة شالوا الحدود و و و و. طب احنا تعالى يا جماعة نتبع نفس الأسلوب. أول خطوة اتبعناها وكانت صح، دورية انعقاد القمة، ده كويس جدا. بعد كده كانت خطوة تانية ممتازة إن عملنا تكتلات بين دول متشابهة. بمعنى ايه؟ ما اقدرش اعمل النهارده دوله زي اليمن ودوله زي السعوديه غنيه جدا ودوله فقيره جدا، او اليمن مع اريتريا مع الصومال مع موريتانيا اللي بيشكلوا الجانب الفقير من الدول العربيه، يعمل تكتل او اتحاد مع الامارات والسعوديه والكويت، استحاله طبعا. فاتعمل مجلس التعاون الخليجي في جنب، اتعمل مجلس الوحده الاقتصاديه العربيه، وهذه المجالس ملف منطقة التجارة العربية الكبرى، يعني في كذا نواة، بس ده يعني ده ربما ابتدى الحلم. دعم الاتحاد الجمركي بالزبط. دعم التجارة البينية غيرها ممكن تعتبر نواة، يعني في هذا الاتحاد مش هنقدرين نعمل الكلام ده بين 23 دولة، عملنا بين 8 دول دول الخليج العربي بالزبط. عملناه ودلوقتي بيتكلموا على الدينار المشترك، الوحدة المشتركة بتاعتهم اللي هيبقى بيتكلموا فيها، اتكلموا ان شالوا الجمارك، اتكلموا ان هم فعلا في الدول العربية الجي سي يو اللي هي دول الخليج اي مواطن يخش بباسبور بس مش محتاج فيز، ففي تطور، ازاله كتير من العقبات اللي كانت موجوده، ده اللي احنا بنقوله. فاحنا ماشيين يا جماعه صح، لكن مش دايما عايزين نبص على النص الفارغ، لا في نص مليان. هل احنا ماشيين بنفس هذه القوه؟ يعني حضرتك اتكلمت بشكل سريع عن المسار الاقتصادي، تمام، في مجال والسياسي، في مجال التعاون الامني مع تعظم جداً. التحديات مع مواجهة الإرهاب اللي بالتأكيد قاسم مشترك في أي محادثات ثنائية بتحصل بين أي دولتين عربيتين في هذا الإطار. في انبسط من جامعة الدول العربية مجلس الأمني، مجلس وزراء الداخلية العرب. مجلس وزراء الداخلية العرب تقريبا بيعملوا اجتماع مرتين في السنة، كل سنة مرة في ربيع ومرة في الخريف. المجلس ده هو يعني منوط لي رسم السياسة الأمنية ومواجهة التحديات الأمنية اللي بتواجه الدول العربية جميعا، وبيطلع بقرارات حقيقية. يعني آخر اجتماع فيه يمكن في المغرب طلعوا قرارات حقيقية يمكن تطبيقها. أصلاً ما فرحش أول أنا
احنا عندنا بكره ان شاء الله والنهارده نبدا 18 بند في القمه العربيه. ال 18 بند منهم 14 بند دباجه هناخدها من القمه اللي قبلها من القمه اللي قبلها من القمه اللي قبلها. انا مش عاوز كده، انا عاوز اناقش في القمه العربيه بندين او ثلاثه بس مش اكتر من كده، بس اطلع بقرارات حقيقيه. حضرتك مش شايف يا دكتور ان العمل العربي المشترك ليكن هو نقطه الانطلاق ايا كان بقى تعاون سياسي؟ هو نقطه الانطلاق وهو نقطه الوصول في نفس الوقت. هو اللي لازم نبدا بيه وهو الحلم اللي لازم نوصل له في نفس الوقت، ان احنا يبقى كل عملنا مشترك، نشترك جميعا احنا نوصل للهدف ان احنا نبقى حاجه واحده. ده يتطلب منا سريعا ان احنا نفند الملفات العربيه الساخنه لنبدا بالقضيه الام، قضيه فلسطين. القضيه القديمه جديده. صحيح. ولكن يعني ما يكسب هذه القمه اهميه اكبر ان هي اول قمه تاتي في اعقاب الانفجار الامريكي، يعني او يعني ما ربما وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن بوعد ترامب نقل السفاره الامريكيه من تل ابيب للقدس والاعتراف بالقدس عاصمه للدوله الاسرائيليه. هي المشكله مش نقل السفاره فقط، المشكله لما كان القرار قال القدس موحده أبدية إترنتي بالضبط كده، عاصمة موحدة أبدية لدولة إسرائيل. هذه المشكلة. فأنت بتتكلم مش بتتكلم عن القدس الغربية، أنت بتتكلم عن القدس بالكامل، قدس شرقية وغربية. أنت بتتكلم إن ده مش حل إترنتي، حل أبدي، يعني قضى تماما على فكرة حل الدولتين. لأن فكرة حل الدولتين بتقوم على إيه؟ دولة الفلسطينيين عاصمتها القدس الشرقية، ودولة الإسرائيليين أو الصهاينة عاصمتها القدس الغربية. فأنت بالكلمة اللي أنت قلتها قدس موحدة يبقى عاصمة أبدية لإسرائيل، يبقى أنت قضيت على فكرة كرس الدولتين. لواقع صعب تقبله يعني بالنسبة للقضية الفلسطينية وتهديد للحلم الأساسي دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها. بعد كده ما تجيش تكلمني على حلم الدولتين إزاي؟ صحيح. كنت أنت خدت العاصمة بتاعت الدولة اللي أنا عايز أبنيها خدتها عندك، طب أعمل دولة إزاي بدون عاصمة؟ يعني وضع القدس كمان وضع حساس جدا للجميع، سواء مسلمين سواء مسيحيين سواء يهود. كان في إدانات دولية لهذا القرار، يعني حتى لو يعني ربما لا ترقى إلى إذا يعني مواقف فعلية، كيف يمكن استثمار ذلك في تحقيق حراك أو زخم عربي في مواجهة يعني ما يمكن أن يشكله هذا القرار الأمريكي من بعد خطير، خاصة أن ربما كثير بيشوفون هو أعطى ضوء أخضر لإسرائيل لكي تمضي قدما في ممارساتها الاستيطانية اللي يبدو أنها يعني لا تقتصر فقط على يعني ممارسة العنف في فلسطين. شفنا الهجوم على مطار تيفور في سوريا، يعني فعلا ايه الخطوره اللي ممكن ينطوي عليها؟ يعني الاول كان بيبقى غض طرف امريكي، هذه المره لا، اطلاق افاق ارحب لهذه الممارسات التعسفيه الاسرائيليه. وانا ازيدك من شعر بيتا ان حضرتك ده بيحصل في داخل امريكا وفي خارج امريكا في نفس الوقت. القرار بتاع نقل السفاره ده قرار قديم من سنه 90، وكان كل رئيس جمهوريه بيأجله 6 شهور حتى وصل ترامب، مراعاه للحساسية ومراعاة للأوضاع الدولية. وصل ترامب ضرب عرض الحائط بكل الأوضاع دي بالعرب بالعالم كله، حتى لما رحنا الأمم المتحدة وطلعنا قرار يشجب قرار ترامب لأول مرة هتلاقي كندا بتصوت ضد القرار بتاع ترامب، مع أن كندا دي شبه حليف أمريكية، مكسيك بتصوت، أستراليا بتصوت. فأنت معنى كده اللي فيه العالم كله ضدك، ما كانش معاك يوم 6 دول في العالم، منهم 3 دول ما لهمش لازمة وإنجلترا. لكن للأسف ده ما بيقللش دكتور خالد من فعالية الفيتو الأمريكي لما بيكون في مسعى لاستصدار أي قرار يدين الممارسات. احنا عشان كده رحنا الأمم المتحدة، ما رحناش مجلس أمن، عشان كده رحنا الأمم المتحدة. اللي عايز أقوله لحضرتك إن أطلق إيد أمريكا في الداخل وفي الخارج، وأمريكا أطلقت إيد إسرائيل في الداخل وفي الخارج. بلا شك إسرائيل بتعيش حقبة زمنية ما كانتش تحلم بيها، حقبة زمنية إن هي خارج المحاسبة، خارج القانون، خارج الأعراف، تفعل ما تريده. لكن هل الأوضاع دي هتستمر للأبد؟ أشك، لأن ترامب لن يستمر في هذا الموقف. نرجع لموضوعنا اللي حضرتك بدأت تتكلمي بيه، اللي هو جامعة الدول العربية والقمة العربية. المواضيع النهارده للمصارعة زي ما حضرتك بدأت تسأليني، القضية الفلسطينية مصارعة، ولا أتوقع الكثير في هذا الموضوع بسبب موازين القوى في الوقت الحالي. عندك قضيتين سخنين، قضية السورية وقضية اليمنية في الوقت الحالي. في قضايا قديمة جديدة، هنلاقي القضية الليبية موجودة، والعراقية، وكلام عن استحقاقات رئاسية وربما أجواء تشريعية للأسف غير مواتية تسمح في قضية مسكوت عنها ومش هتتعرض، اللي هي قضية الأزمة الخليجية، أو في الأساس أزمة ال4 دول مع دولة قطر والتي ترعى الإرهاب ولن تعرض هذا. القضية السورية لن تناقش بطريقة وافية لسبب واحد بس، إن ما فيش مقعد لسوريا. طب هتناقش القضية السورية إزاي؟ في غياب السوريين، يعني ده نقطة أساسية. احنا نقعد نقرر
حاجه للشعب السوري في حين الشعب السوري لا يوجد اي ممثل له. لكن بيقال ان الملف الايراني هيطرح بقوه سواء على خلفيه البرنامج النووي الايراني اللي دوما مثير للجدل او على خلفيه التدخلات الايرانيه او يعني التدخلات الخارجيه. تمام. تحديدا يعني هو هيتعرض من خلال الى اي مدى يعول يعني ربما ده ملمح جديد كتير يعني لا تخلو قمه من التحدث عن المخاوف تجاه ايران لكن ربما يفسح المجال بشكل اكبر خلال تعويلات حضرتك يعني. اعتقد القرارات الحقيقيه القويه اللي هتصدر هتصدر في الملف ده لسبب واحد. سبب الأول مرة القمة دي مش معمولة في الرياض، القمة دي معمولة في المنطقة الشرقية مش في الرياض. بسبب تهديدات الصواريخ الحوثيين على الرياض. فقد فاض زي ما بقولوا الكيل بإيران. إيران النهاردة عن طريق عملائها في اليمن بتقصف الرياض لدرجة ده أجبرت القمة أنك تنقل القمة من الرياض توديها المنطقة الشرقية شمالية شرقية في السعودية. فدي قصة. قصة تانية الحوثيين اللي متواجدين على الأرض في اليمن بيهددوا صراحة تهديدات لم تعد مقبولة، وقف الملاحة في خليج عدن وتهديد قناة السويس و و و و فكل ده كلام غير مقبول. النقطة الأخطر من كده إن إيران كانت الأول بتحارب بالوكالة، يعني تمول الحوثيين في اليمن، تمول حزب الله في لبنان، تمول حشد الشعبي في العراق، تمول بعض القوات الموالية ليها في سوريا، دلوقتي لا، دلوقتي بتنزل بنفسها على الأرض، يعني تلاقي فيلق القدس من الحرس الثوري الايراني موجود على الارض في دمشق مثلا، تلاقي قواعد عسكريه ايرانيه في سوريا، تلاقي طائرات بدون طيار ايرانيه موجوده في سوريا. وبالتاكيد الاداء الايراني ده بيثير تخوفات دايما في هاجس على الامن القومي الخليجي اللي بالتاكيد مش بمنقع عن الامن القومي العربي بصفه عامه يعني لان اي دوله لان في النهايه اي ازمه بيكون بشكل كبير جدا مرشحه ان هي تخرج خارج حدودها الى دول الجوار العربي والاقليم يعني اسمح لي يعني توسعيه ايران بالتاكيد يعني الاحداث دي بتفرض نفسها بقوه وبتكون ماده خصبه بالتاكيد لمتابعات الصحف. في مقال صحفي الاستاذ عبد المحسن سلامه من صحيفه الاهرام عنوانه مخاطر الامن القومي على مائده القمه العربيه والحقيقه يعني اتكلم فيها عن الافاق بعد مرور 73 عاما على تاسيس الجامعه العربيه ونبات تطويرها أكثر ضرورة وإلحاحا عن أي وقت مضى ومن الظلم تحميل القمة العربية الحالية وفقا لكاتب الصحفي الأستاذ عبد المحسن سلامة مسؤولية كل المشكلات اللي بتواجه العالم العربي حاليا لأنها مشكلات تحتاج إلى سنوات وسنوات لإيجاد ضوء في نهاية النفق المظلم لكن ليس من الصعب أن تخرج القمة بخريطة الطريق لمواجهة التحديات الحالية قبل أن تتفاقم الأوضاع بشكل أسوأ مما هي عليه الآن. تعقيب من حضرتك. اتفق مع كل اللي بيقوله، اتفق تماما ان لا احمل هذه القمه التراكمات بقى 73 سنه. النهارده احنا بنتكلم في القمه 29. كل الناس على الفيس وفي السوشيال ميديا وفي الشارع يقول لك هيتخذوا قرارات ايه؟ طب ما السؤال المنطقي اتخذوا قرارات ايه في 28 مره اللي فاتت؟ ده السؤال المنطقي عشان كده انا ما بحملش القضاء العرب، انا بحمل ميثاق جامعه الدول العربيه زي ما بقول المسؤوليه الكبرى في تعجيز والاعاقه اصدار قرارات قويه. طيب مش عايزين نبص برضو دايما للجانب المظلم، الجانب المضيء في الموضوع، لو طلعنا من 18 موضوع المعرضين على القمه المره دي بموضوعين بس بقرارات حاسمه، وانا اعتقد الملف الايراني هيكون هو رقم واحد مرشح، يبقى في قرارات حاسمه في الملف الايراني خصوصا فيما يخص اليمن وخصوصا فيما يعني اليمن دي السهله لان واضح للعيان والكل ان في تهديد مباشر لدوله عربيه اللي هي السعوديه. في صواريخ بتتضرب على جنوب السعوديه وعلى الرياض و و في ازمه انسانيه بشعه في اليمن، احنا مش عايزين نبص بس على الجانب السعودي، نبص على الجانب اليمني، الشعب اليمني. كل رجع التاني الناس بتموت تفشي بهدله بهدله بهدله. طب ذنبهم ايه اليمنيين اللي بيموتوا دول؟ فلازم ان شاء الله انا متوقع هيكون في البيان الختامي قرارات حاسمه في موضوع اليمن ومهله و و و و والكلام ده كله، وممكن يحصل تدخل في منطقه اليمن، لا ده مطلوب في الوقت الحالي. الملف الثاني اللي اعتقد برضو ممكن يكون فيه تطور كويس ملف الليبي، وخصوصا في وجود رئيس حكومه الوفاق الليبيه في هذه القمه. فوجود هذا الرجل وجود الاطراف الفاعله في ليبيا سواء بتتكلم عن مصر، بتتكلم عن الامارات، بتتكلم عن السعوديه، بتتكلم عن هذا الرجل وجوده
احنا ممكن نوصل لشبه حل توافقي في المساله الليبيه. المساله الليبيه عندهم ماساه، عنده حكومتين، حكومه بنغازي حكومه طبعا. هو مشكلته مش الفراغ، مشكلته الزياده التخمه، عنده حاجتين من كل حاجه. عنده حكومه في طرابلس، حكومه في بنغازي، برلمان في طرابلس، برلمان في بنغازي، مجلس الشعب في طرابلس، مجلس الشعب في بنغازي. هذا غير معقول، وضع مشتت طبعا، غير معقول. فاعتقد في وجود الاطراف جميعا في هذا الوقت والملف ده لازم يتصار. فانا متفائل الملفين دول ان شاء الله هنتكلم فيهم او هنلاقي قرارات، الملف الايراني والملف الليبي. الملف السوري صعب جدا ان تاخذ اي قرار، لان دي حرب بالوكاله، اللاعبين الاساسيين هم الامريكان والروس، واحنا توازن القوى مش في صالحنا، ما نقدرش نتكلم مع الناس. دي رقم واحد. رقم اثنين وده الاخطر، ان الملف سوريا مش ممثله، فالملف السوري مش متوقع فيه اي تقدم. ونفس الكلام بالنسبه للملف العراقي، نفس الكلام بالنسبه للملف الفلسطيني، و لكن اتعشم واتمنى، وده المطلوب. انا مش ممكن هناقش 18 موضوع حلهم في قمه، مستحيل. دي مشاكل مزمنه بقى لها عشرات السنين. لكن لو نجحنا ان احنا نحل المشكلتين دول، بس مشكله التدخل الايراني الذي زاد عن حده لما يطلع. انا الحقيقه كمان عايز اقف مع حضرتك في فكره ان ربما الاضطراب الداخلي وعدم حل المشكله وان تفضل بشكل تراكمي سنوات وسنوات هو الذي يصعب الحل بعد ذلك، وهو اللي بيمثل ثغره بتنفذ من خلالها التدخلات الخارجيه اللي بنتكلم عنها. ومش عايز اقول وقت متاخر، لكن يعني دايما بيكون في مطالبات لتغليب الحل السلمي، لكن المهم ان ده يحصل في الوقت المناسب قبل فوات الاوان. مستمرين بالتاكيد في حوارنا مع حضرتك، ولسه في كتير من المحاور للنقاش على ضوء القمه العربيه اللي احنا بننتظر انها تبدا فعالياتها بعد قليل في المملكه العربيه السعوديه، اللي بتتسلم رئاسه القمه من المملكه الاردنيه الهاشميه. ولكن نتابع مع حضراتكم هذه نظره سريعه على الاجراءات التنظيميه المبذوله تمهيدا لهذه القمه العربيه العاديه في دورتها 29، ونعود الى حضراتكم. في ظل إجراءات أمنية مشددة وأجواء احتفالية مبهجة، أنهت المملكة العربية السعودية استعداداتها لاستضافة فعاليات القمة العربية في دورتها العادية 29، لتخرج في أبهى صورة وتلبي تطلعات القادة والشعوب العربية. تستضيف المملكة العربية السعودية فعاليات القمة العربية بعد اعتذار دولة الإمارات العربية المتحدة عنها، وهي ليست المرة الأولى التي تشهد فيها القمم العربية اعتذارات منذ إقرار آليات انعقادها سنويا. فقد استضافت موريتانيا القمة العربية عام 2016 بعد اعتذار المغرب، بينما استضافت الأردن القمة العربية العام الماضي بعد اعتذار اليمن. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أعلن أن القمة العربية في دورتها 29 تعقد في 15 من إبريل بالسعودية، بعد أن تلقت الأمانة العامة للجامعة إخطارا رسميا بذلك من الرياض، حيث كان معتادا عقد القمة العربية في مارس كما جرت العادة كل عام، إلى أنه تم تأجيلها نظرا لتعارض موعد انعقادها مع تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية. تعقد القمة العربية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بعد اتخاذ الحكومة السعودية قرار نقل مكان إقامتها من الرياض لأسباب أمنية، وكإجراء احترازي لتهديدات صواريخ الميليشيات الحوثية التي سبق واستهدفت العاصمة السعودية بأكثر من صاروخ باليستي، في حين يتم إجراء جميع الاجتماعات التحضيرية للقمة في الرياض. تعقد القمة العربية في قصر مؤتمرات ضخم بمدينة الدمام شرق المملكة، وقد شملت الاستعدادات لعقد القمة تهيئة وتشجير الطرق وإغلاق بعضها، ويعد مطار المدينة من الدرجة الأولى، ويتسع للطائرات الضخمة ولعشرات الطائرات الخاصة داخل ساحته، وسيتم نشر 25,000 من أفراد الأمن من الداخلية والجيش السعودي لحماية القمة. شملت الإجراءات التحضيرية التي شهدتها الرياض قبل القمة اجتماعات لكبار المسؤولين والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالجامعة العربية، واجتماعات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، وآخر لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، وذلك للتحضير النهائي لجدول أعمال القمة ورفع مشروعات القرارات التي ستعرض أمام القادة العرب.
يتوافد القادة والملوك ورؤساء العرب إلى الدمام بدءا من 14 من إبريل الحالي، وسيكون في استقبالهم أمير المنطقة الشرقية أو نائبه والأمين العام للجامعة العربية، فيما يستقبل الوزير المكلف بالاستقبال وسفير السعودية في دولة الضيف قادة الدول العربية الذين يصلون خارج الأوقات المحددة. ويستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قادة الدول العربية بمقر القمة. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد رفيع المستوى في القمة العربية التي ستشهد تمثيلا واسعا للقادة العرب ورؤساء المنظمات الدولية، وسيكون الاستثناء الوحيد هو سوريا، حيث جمد مجلس الجامعة عضويتها منذ عام 2011 عقب اندلاع النزاع السوري. يجرى عقد القمة العربية العادية 29 لمدة يوم واحد فقط، حيث من المقرر أن يحضر القادة العرب في اليوم التالي ختام تمرين درع الخليج المشترك واحد الذي يتم تنفيذه بالمملكة العربية السعودية بمشاركة حوالي 27 دولة. وتعد هذه القمة العربية هي الثانية التي تستضيفها السعودية خلال 11 عاما بعد القمة التي استضافتها عام 2007. معلومة يعني ربما لم نلتفت إليها أن هذه القمة هي بالنسبة للمملكة العربية السعودية الثانية التي تستضيفها على مدار 11 عاما، ويعني تجدر الإشارة أيضا إلى أن ربما الفعاليات سوف تبدأ خلال دقائق كما أفاد مراسلنا هناك زميل علاء رشوان، متوقعة تقريبا في 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، وحيكون في تسلم لرئاسة الدورة الحالية من الأردن إلى الرئاسة السعودية المملكة العربية السعودية، يعقب ذلك كلمات من الجانب السعودي من أمين الجامعة أمين عام الأمم المتحدة، وبالتأكيد كلمة أيضا مرتقبة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويعني ربما يعني كثير من التطلعات لأن تكون هذه القمة قدر التحدي قد تخالف يعني نأمل مسار قمم أخرى سبقتها وربما خرجت بتوصيات للأسف لم تفعل على أرض الواقع. أنا عايزة أقف مع حضرتك دكتور خالد مع عنوان عريض دروس المستفادة، يعني اللي حصل وبيحصل في فلسطين واللي حصل في العراق قبل كده ونظر كتيرة في سوريا، وكان في كتير من الأصوات اللي بتتعالى من أول ما بدأت الأزمة من حوالي 7 سنوات طرق السلمية ويأتي الحل من داخل سوريا، كل يعني هذا الافتقار إلى ترتيب البيت العربي لكل دولة عربية على حدة من الداخل هو اللي بيشكل فجوة بينفذ من خلالها يعني ما لا يحمد عقباه، يعني أو ما يمكن أن يكون تدخل غير محمود من قبل أطراف أخرى دولية. والأراء المتوازنة المتابعة للتداعيات اللي حصلة في سوريا والهجوم الثلاثي الأخير بتحمل أكثر من طرف المسؤولية ما أوصل الأمور إلى هذا الحد، ومهم جدا أيضا يكون في وقفة إزاء أي ممارسات في استخدام أسلحة محظورة دوليا، يعني على خلفية هذا الملف اللي قد أثير بشكل آخر أيام أزمة العراق امتلاك أسلحة دمار شامل يعني أو ذريعة امتلاك أسلحة دمار شامل. ده بيكرس لفكرة أن يتنامى لدينا الوعي بالخطر، وده يترجم من خلال تصرفات العرب أن يكون في المزيد مما يجمع أكثر مما يفرق، زي ما حضرتك يعني اتكلمت عن الموضوع ده في وقت سابق في حوارنا. إيه الأدوات اللي ممكن نكون بنملكها في هذه المرحلة تتضح بعض ملامحها لعل في هذه القمة اللي هنتابع فعاليتها بعد ذلك؟ حضرتك لو هتتكلم عن ملف السوري كان من أول يوم 2011 في 3 مواقف واضحة جدا لكل الدول العربية. موقف بيأيده وبيموله وبيسانده ما يسمى بالمعارضة المسلحة، ما فيش حاجة اسمها معارضة مسلحة. معارضة يعني بعارض برأيي، لكن لما شلت سلاح ضد الدولة وبحارب وبقتل ما عادش معارض، بقت إرهابي. مجموعة كبيرة من الدول العربية بالذات في الإخوة في الخليج كلهم كانوا بيأيدوا المجموعات دي،
وتم انشاء النصره وجيش السوري الحر والكلام ده كله. جزء تاني كان واقف تماما مع النظام الشرعي القائم في سوريا. عم نتكلم على العراق، بنتكلم على لبنان، بنتكلم على الجزائر، بنتكلم دول كتير كانت السودان، الدول دي كانت واقفه واضحه وصريحه مع النظام. الموقف المصري كان واضح جدا من اول يوم، وانا وثبت بعد 7 سنين اللي احنا قلنا صح. كان موقفنا بنتكلم على رؤية ثاقبه تشرفية لما سوف كلهم النهارده بيقولوا كلامنا صحيح. كنا بنتكلم بنقول احنا مع حفاظ على الدولة السورية، احنا مع حل السلمي، احنا مع بقاء سوريا موحدة والجيش العربي السوري موحد. دي الثلاث خطوط الحمراء اللي احنا بنتكلم فيهم. النهارده في خط زودناه، المتحدث الرسمي بالرئاسة قال في النهارده في السعودية قال ان احنا ضد اي استخدام اسلحة محظورة دولية، اسلحة محظورة ومع تشكيل لجنة انها تنزل شفافة سوريا نعرف الاسلحة دي مين اللي ضربها. يا جماعة هل يعقل المنتصر على الارض بعد ما حقق انتصارات وبعد ما تحرر 90% من سوريا هيستعمل سلاح كيماوي في هذا الوقت؟ ولا زيل الأسلحة الكيماوية ما بتموتش غير الأطفال بس، ما بتموتش واحد إرهابي، يعني هل يعقل هذا؟ وهل يعقل الأطفال دي بعد ما بيغسلوا وشهم بيقوم يجروا عادي؟ وهل يعقل أنك بعد ما ضربت الضربة اللي أنت ضربتها اللي أنت أكيد اللي أنت ضربتها البارع الفجر دي الساعة 3:55 ضربت بتقول مركز أبحاث في البرزة وضربت مش عارف إيه وضربت إيه مفيش جهاز اتسرب؟ طب فين الأسلحة الكيماوية؟ ده سؤال. احنا هنرجع تاني لكلامنا لكن اسمح لي سريعا نقترب من الاجواء قبل قليل جدا جدا من البدء الفعلي للقمه العربيه في ظهران، ومعنا المزيد من المتابعه مراسل النيل هناك فهد بن شليل. يعني فهد متابعتك بعد اذنك، تفضل. اهلا، مساء الخير. اقل من ربع ساعه من الان وتبدا هذه القمه اللي ينظر لها العالم بأسفه للقمة العربية 29 في مدينة الظهران. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يستقبل إخوته أصحاب الفخامة والسمو ورؤساء الدول في مركز إثراء مركز الملك عبد العزيز العالمي. سيكون هناك في البداية لمدة 10 دقائق التقاط صور تذكارية، ومن ثم تبدأ جلسة هذه القمة. ستكون هناك جلستين مغلقة وجلسة مفتوحة، وسيكون هناك بيان ختامي. الأنظار كلها تتجه لهذا البيان. أبرز ما تناقش في هذه القمة تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتبني موقف مشترك لتصدي التحديات وتهديدات، أيضا مكافحة الإرهاب والتطرف في إطار العمل العربي الجماعي والملفات الشائكة التي تواجه الدول العربية على كافة الأصعدة. ملف سوريا اللي تدعم المملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل كبير، وهو من ضمن اهتماماتها الرئيسية في كل اجتماع يكون ممثل سعودي هناك يتحدث عن موقف المملكة الذي يدعم الشعب السوري الذي تعرض للظلم بسنوات طويلة، وبإذن الله سيكون هناك حل قريب جدا بإذن الله. أشكرك جزيلا على هذه المتابعة فهد بن شليل مراسل النيل في الدمام. يعني كنا بنتكلم عن الدروس المستفادة يا دكتور، وهي كانت مصدر إلهام الحقيقة للصحافة أيضا، يعني من ضمن المتابعات من صحيفة البيان الإماراتية العنوان القمة العربية بين الوعي بالخطر والمواجهة المطلوبة، وفي إشارة من الكاتب لموقف مصر لما دعت في منتصف الستينيات إلى قمة عربية أصبحت دورية رغم الظروف الصعبة، وأثبتت القمة أنذاك أن الدول العربية قادرة بالفعل على تجاوز خلافاتها لمواجهة الخطر. لما حصلت أزمة اليمن وابتدى يبقى فيه فعلا تواجد عربي للحفاظ على سلامة الأراضي اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية، كان في تفعيل لهذه المواجهة العربية المشتركة لما يعني تقع دولة في دائرة الخطر. مخاطر المخاطر الحقيقة وصفها الكاتب من خلال الأوضاع اللي حصلت واللي يعني اختتمت في النهاية للأسف بتداعيات في الملف السوري. ويبقى السؤال وفقا للكاتب في البيان الإماراتية، هل يمكن ترجمة ذلك إلى برنامج عمل عربي تلتزم به كل الدول من خلال تلك القمة أو غيرها؟ أطرح بدوري السؤال عليك. لا يا فندم، كل الدول مستحيل، كلام منطقي المنطقية والواقعية، كل الدول مستحيل، لكن الأغلبية عظمى من الدول نعم يمكن. يا جماعة ندور على اللي يجمعنا ونبعد عن اللي يفرقنا، لأن يعني استحالة هجمع 23 دولة عربية مختلفين في الثروة، مختلفين في التحديات والمخاطر. احنا عندنا مشكلة في الدول العربية الآن قائمة لأول مرة بنواجهها منذ تأسيس جامعة الدول العربية. من هو العدو ومن هو الصديق؟ حضرتك لو رحت دلوقتي حالا سوريا قلت لهم من هو العدو، هيقول لك مثلا تركيا. لو رحت العراق
هقول لك مثلا لو رحت السعوديه هقول لك ايران، لو رحت المغرب هقول لك الجزائر، لو رحت السودان هقول لك جنوب السودان، لو رحت الصومال هقول لك اريتريا، وهكذا. مع ان العدو الحقيقي بتاعنا، لكن الحقيقه الموجعه زي ما صحيفه الحياه اللندنيه الحقيقه بتوصفه، ان الوضع العربي ليس على ما يرام، وبقدر ما الأزمات بتولد الإبداع وأن فعلا يحصل التوحيد المنشود للصف العربي، إلا أن للأسف الأوضاع في تردي، وفي نفس الوقت ربما دولة معينة بممارستها المتدخلة في الشؤون الداخلية الأشقاء من الدول العربية بتوفر حائط صد إضافي للتحديات اللي بنواجهها في الأساس. ده بالتأكيد في إشارة إلى الممارسات القطرية. رأي حضرتك؟ لا يا فندم، قطر المفروض يعني كفاية بقى على قطر ما تفعله. قطر تدعم، عندها مشكلتين، تدعم كل من هو ضد الحكومات الشرعية في الدول العربية. قطر تدعم كل من هو إرهابي في العالم، يعني مورو كمان، مورو فلبين مش عارف ايه، اي حتة فيها إرهابيين في العالم قطر بتدور على دور. دولة صغيرة دويلة قزمة بتدور على دور فبتدمر الدول الكبرى، او بتحاول تدمر الدول الكبرى. عشان كده المرة دي العرب اتعلموا الدرس، لن يناقشوا الأزمة مع قطر، لأن لو ناقشنا الأزمة مع قطر هننصف القمة العربية، فهذا موضوع خلافي نبعده لغايه ما يتحل بالمفاوضات الثنائيه مش عن طريق القمه العربيه. كنت اتمنى النهارده ان شاء الله، وما زلت عندي التمني دي، احنا نطلع بقرارات حقيقيه في الملف الايراني وفي الملف الليبي، بس مش عايز غيرهم. وما اعتقدش ان احنا نقدر نتخذ قرارات حاسمه يمكن تطبيقها مع حضرتك. هنلاقي البيان رقم واحد العمل على تنميه العمل العربي المشترك، طبعا مواجهه الارهاب، حافظين الديباجه، لكن انا عايز قرارات حقيقيه في ملفين بس، ملف التدخلات الايرانيه اللي زايد عن حدها في الدول العربيه، وملف دوله بتتفتت وبتتدمر اسمها ليبيا. يعني هقتبس من كلمه قالتها اخيرا صحيفه الدستور الاردنيه اللي دعت الى ضروره العوده الى حضن الامه من اجل رأب الصدع، واختتمت في المقال قائله ان في ظل اختلاط الاوراق وضياع البوصله يبدو ان اعاده تعريف الاولويات من جديد هي المهمه الرئيسيه للقمه العربية الحالية، اللي بنترقب بالتأكيد بدأها بالفعل في الظهران بالمملكة العربية السعودية بعد دقائق من الآن. وبالتأكيد هنتابع مع حضراتكم أولا بأول الكثير من المحطات اللي حتتوقف فيها هذه القمة، وما سوف تكون عليه محادثات القادة والزعماء العرب اللي بالتأكيد توفدوا للمشاركة ربما في صنع مستقبل أفضل لمنطقتنا العربية بإذن الله. بوجه التحية لضيفي الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية، شرفتنا وبشكر حضرتك. شكرا. أشكركم مشاهدينا الكرام، وتغطياتنا متواصلة مع حضراتكم، نتابع معكم أولا بأول في عيون أيضا مفادينا ومراسلينا لمتابعة الحدث الأبرز، القمة العربية العادية في المملكة العربية السعودية في دورتها التاسعة والعشرين. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.